بالصعود بالسربع كده ورايح على فين؟ معلش يا اسماعيل، عندي ميعاد مهم جدا مع الاستاذ محمد عبد الوهاب. استاذ محمد عبد الوهاب، اجي معاك والنبي بالصعود، نفسي اشوفه اسلم عليه يدا بيد. انا من اشد المعجبين بيك يا استاذ اسماعيل. استاذ مره واحده، امال حضرتك يتقال عليك ايه؟ استاذ الاساتيز. انا متابع اخبارك وسمعتك كتير وشفتك في كام فيلم، انت دمك زي العسل. ربنا يخليك يا استاذ. والنبي استاذ، انا نفسي اغني مره لحن من الحانك. مع انك كنت ناشر انك نازل مصر علشان تنافسني. انما بقى لانك فنان فيتمنى اي ملحن يلحن لك، وانا هكون سعيد لو لحنت لك يا اسماعيل. ربنا يخليك يا استاذ، ده ايه التواضع ده؟ انا وعدك ان شاء الله يا استاذ لو بقيت مشهور ابقى متواضع زيك كده. ابو السعود، انت خلصت كتابه فيلم تاكسي حنطور؟ اه الحمد لله خلصته وسلمته للاستاذ احمد بدرخان. ويا ترى اسماعيل ليه فيه دور كويس؟ اها فعلا ليه دور كويس، وانا رشحته للاستاذ بدرخان. خلاص يا اسماعيل، تجيني بكره مكتبي تمضي معايا عقد الفيلم ده. ربنا يخليك يا استاذ، وانا ان شاء الله يعني في لحن من الحان حضرتك اغنيه في الفيلم ولا ايه؟ اكيد، الفيلم فيه 13 غنوة وأنا ملحن معظمهم، أكيد هتغني من تلحين يا إسماعيل. ياه، ده شيء أنا كنت أتمناه من زمان يا أستاذ.